الملايين والملايير بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. إذن في هذا الدرس سوف نتعرف على كيفية كتابة الأعداد بالأرقام وبالحروف، كذلك كيف نميز بين الوحدات والعشرات والمئات والآلاف والملايين والملايير، كذلك مقارنة وترتيب وتقطيع الأعداد الكبيرة، وبعد ذلك كيفية حل وضعيات مسائل حول الأعداد الكبيرة. إذن نبدأ بهذا الجدول، نستعين بهذا الجدول العد لنعرف كتابة وقراءة الأعداد الكبيرة. إذا هذا الجدول يتكون من أربعة أصناف، لدينا الصنف الأول وحدات عشرات مئات، صنف الآلاف يتكون من وحدات الآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف، صنف الملايين يتكون من وحدات الملايين عشرات الملايين مئات الملايين، وصنف الملايير يتكون من وحدات الملايير عشرات الملايير ومئات الملايير. يجب أن نعرف بأن الألف يوجد فيه ثلاث أصفار، المليون يوجد فيه ستة أصفار، المليار يوجد فيه كذلك تسعة أصفار. مثلا لدينا هذا العدد يقرأ 345، إذن هذا العدد يوجد فيه صنف الوحدات، يوجد فيه صنف الوحدات، وفي صنف الوحدات نقرأ العدد فقط، نقرأ 345، لا نقول 345 وحدات، لا، نقول فقط العدد 345. كما نلاحظ هنا 5 يمثل وحدات، 4 يمثل عشرات، و3 يمثل مئات. إذا أضفنا رقم آخر مثلا 6 ستصبح هنا القراءة 6345. لماذا قلنا 6000؟ لأن قلنا الألف يتكون من 3 أصفار، إذا هنا 6 بعدها 3 أرقام، إذا ستصبح 6000، وهنا 6 يمثل وحدات الآلاف، وحدات الآلاف، إذا 6 نضعها هنا. إذا مثلا أضفنا رقم آخر 5 كذلك تقرأ 56345. لاحظتم هنا أنني وضعت فراغا بين 3 أرقام، إذا دائما لكي نسهل قراءة عدد ما يجب أن نضع فراغا بين كل صنف، بين صنف الوحدات وصنف الآلاف وصنف الملايين وصنف الملايير. نحسب 3 أرقام وحدات عشرات مئات، نضع فراغا، ثم نبدأ وحدات الآلاف عشرات الآلاف مثلا مئات الآلاف، نضع كذلك فراغ آخر، ثم ننتقل كذلك إلى الصنف الآخر. إذا يقرأ هذا العدد 7,856,345. لماذا قلنا 7 ملايين؟ لأن بعد 7 يوجد 6 أصفار، وقلنا المليون والذي يوجد فيه 6 أصفار، وهنا 7 يوجد بعدها 6 أرقام، فبالتالي تقرأ مليونا. إذا هنا 7 تمثل وحدات الملايين، 8 يمثل مئات الآلاف، 5 يمثل عشرات الآلاف، و6 يمثل وحدات الآلاف. إذا نكتب هذا العدد مثلا، إذا أضفنا أرقام أخرى هنا، إذا ماذا يقرأ هذا العدد؟ ماذا يقرأ هذا العدد؟ إذا كما تلاحظون بين 3 أرقام و3 أرقام أضع فراغا، إذا يقرأ 127 مليارا. لماذا قلنا 127 مليارا؟ لأن يوجد بعده 9 أرقام، والمليار هو الذي يوجد بعده 6 9 أصفار، إذا يقرأ 127 مليارا و947 مليونا و856345. 127 مليارا و947 مليونا و856345. إذا هنا نقرأ العدد كما هو، بعد ذلك نقول الصنف الذي ينتمي إليه، ثم ننتقل إلى الصنف الآخر. 127 مليارا ذكرت الصنف الذي ينتمي إليه، ثم ننتقل إلى الصنف الآخر، و947 مليونا و856 ألفا و345. إذا نكتب كتابة رقمية لعدد آخر، إذا هذا العدد يقرأ 674 مليونا و354 ألفا و25. دائما نقرأ العدد كما هو ثم نذكر الصنف الذي ينتمي إليه.
نقرا العدد باكمله بعد ذلك نذكر الصف الذي ينتمي اليه. لا نقول هنا 6,074,000، لا نقرا العدد باكمله 674,354,025. اذا نكتبها كتابه حرفيه. اذا تكتب 674 قلنا صفر مليون، مليونا و354,025. إذا تكسب بالحروف بهذه الطريقة 674,354,025. إذا هذا هو درس اليوم بالنسبة لدرس الملايين والملايير.